تشيد مملكة البحرين بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والتي قدمت صورة جلية للمبادئ الأصيلة والقيم الثابتة التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية، وتؤكد أنها كانت وستظل نموذجا في ترسيخ العدالة والمساواة والإنصاف وفي تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي نهجها والتزامها بدعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في تجاوز أزماتها ومواصلة جهود التنمية فيها لأجل رخاء وازدهار شعوبها، وذلك تجسيدا لريادتها العربية والإسلامية ومسؤولياتها الدولية. وتشدد مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على أنها وكما كانت على امتداد تاريخها ستظل جنبا إلى جنب وفي صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وجميع أنحاء العالم وفي وجه كل من يحاول استهدافها بأي صورة كانت. وتجدد مملكة البحرين عميق تقديرها وامتنانها للإسهامات العظيمة والمبادرات النبيلة التي لا تتوانى المملكة العربية السعودية أبدا عن إنجازها عبر تاريخها، وتحرص بكل قوة على استمرارها، وتؤكد ما تطلع به من دور محوري فاعل في ضمان الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والعالم كله، وأرساء نموذج بناء للعلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي الذي يعود بالنفع على الجميع.